زيارة طهاني إلى العراق كانت غير معلنة وسرية للغاية. وأيضا ننوه بأن أول من استقبل طهاني هو هادي العامري وقيس الخزعلي، وبعد ذلك يعني التقى بقيادات الإطار. يعني بصراحة أتى الرجل من أجل جمع تواقيع الولاء إلى الدولة الجارة إيران، يعني بالدرجة الأولى، يعني لجمع تواقيع الولاء، هذه نحطها بين قوسين، وإلا ما في دولة بالعالم اليوم يقودها يأتي رئيس حرس ثوري أو أي جهة أمنية في العالم تدورها وهي يعني تحاول تحل الخلافات والمشاكل بينها. بعد ذلك التقى يعني بالطبقة الحاكمة في بغداد، الأحزاب الحاكمة في بغداد، وأتى يعني لاحتواء الأزمة بين السيد السوداني بالدرجة الأولى والسيد المالكي. اليوم الأزمة بين الطرفين تحتدم، هناك صراع كبير جدا، خصوصا بعد قضية التصنت، يعني ظهرت أمور يمكن للعلن ما موجودة، لكن بين الإطار هناك كان تصنت على حتى عوائل القادة الإطار، والصقور في الإطار أيضا كان تصنت على عوائلهم وعلى بيوتهم، فهذا مما أدى إلى احتدام المعركة بين السيد المالكي والسيد السوداني. إيران تخشى من تفجر هذا البركان بين في العراق، يعني بين قوى ما يسمى الإطار، ليس لمصلحة الشعب العراقي تخشى هذا، بالعكس هي إيران أول من رسم خطة لتهديم العراق وتهديم الاقتصاد العراقي وتهديم الإنسان العراقي من خلال كثير من المنافذ، منها مثلا إدخال المخدرات، منها عدم السماح للطبقة الحاكمة الفاسدة، الأحزاب الفاسدة التي تدير دفة الحكم في بغداد بعمل مصانع في العراق، وحتى الزراعة قتلوها في العراق. فإيران تخاف على مصالحها الخاصة، والرئة اللي تتنفس منها اليوم إيران هو العراق. فإذا انفجر الوضع بين ما يسمى الإطار، هناك حتصير يعني مشاكل في الشأن السياسي العراقي، هناك حيصير احتمال اقتتال، هذا ما تفكر به إيران. فإيران تخشى من هذه القضية، أرسلت رئيسها قبل أيام، وللأسف شفنا هذا الاحتفاء الكبير بالرئيس الإيراني، المفروض يعني يصير يعني احتفاء يعني مو هذا اللي شفناه، لأنه هو رئيس دولة وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء أيضا يعني يعامل بالمثل، لكن للأسف هو هذا حال العراق، طبقة حاكمة فاسدة ولاءاتها للخارج ولاءاتها إلى الجيران من كل الأطياف، يعني سواء من الكتل الشيعية ومن كل الكتل.